المحامي صموئيل دكور وكيل النائبة سلامة شاهين، حسب ما علم لدي بأنه كان هنالك يوم أمس قرار بخصوص قضية عضو المجلس في فصوت النائبة سلامة شاهين بالنسبة للحجوزات اللي عليها اللي تقدمها المجلس المحلي في فصوتة، ما هو الجديد في هذه القضية؟ اللي صار هو هيك انه ب 7/2/2013 توجه الي المحامي حنا خوري اللي هو بيمثل للتوضيح المحامي حنا خوري بيمثل مجلس محلي فصوت وطلب انه اوافق انه هو ياخذ مهله اطول بتقديم الجواب من المجلس، وانه كمان ناجل الجلسه اللي كانت معينه ب 18/2 لموعد بعد 18/3 من 18/3 لقدام اللي بتنقيه المحكمه. انا وافقت على هذا الطلب اللي هو طلبه هو توجه لي، بس مقابل هاي طلبت انه ينكتب بالطلب اللي احنا بنقدمه للمحكمه انه كل الحجوزات اللي انحطت على حسابات البنك تبعت سلامه وجوزها يتبطلوا، وانكتب بسعيف 4 بالاتفاقيه اللي تقدمت بالورقه اللي تقدمت للمحكمه انه كل الحجوزات تتبطل. قدمنا الورقه للمحكمه، المحكمه اخذت قرار بنفس النهار ب 7/2/2013 واللي فيه انكتب بشكل واضح انه اول شغله نظرا لهي الاتفاقيه اللي ما فيش حاجه بعد انه يكون في ديون 18 الشهر، وانه الاطراف بيعلموا المحكمه شو صار بيناتهم من ناحيه مفاوضات بيناتهم، وانه هذا اللي تقدم للمحكمه مسجل قدام المحكمه، وانه القرار اللي كان قبل واللي انعطى بتوقيف كل الاجراءات ضد سلامه وضد حنا بظل سار المفهوم، كتب بشكل واضح هتساب هزمني نطار بعينه. بتاريخ 11/2 قدمت أنا للمحكمة طلب اللي فيه طلبت إنه اللي اتفقنا عليه المحكمة تعطيه صيغة قرار، صيغة قرار عشان نقدر نقدمه للبنوك وناخذ إبطال للحجوزات الموجودة بالبنوك. فالحاكم قرر إنه بما إنه هذا القرارات الحجز انعطت من المجلس، المجلس هو اللي لازم يبطل، بما انه ما انطلبش منه بالمره الاولى انه يكون في صيغه قرار يعني توقف شي لحلفها، اذا ما فيش حاجه هو يعطي. فانا رجعت توجهت له اخرى مره ب 12/2، ب 12/2 توجهت اخرى مره وقلت انه هذا الطلب هو طلب اللي نعطي هو على يعني باتفاق بين الطرفين، في اتفاق بين الطرفين لابطال كل الحجوزات وبتثبت هاي انه محامي المجلس ماضي على الطلب، ماضي على الطلب اللي كان ب 7/2. فالحاكم قال انه بما انه عم بتوجه له اكثر من مره وبما انه كذا هو حتى هاي الشغله ما عجبتوش، وعشان هيك حتى فكر انه يحط هوتساوت يعني يحط تكاليف على اللي قدم الطلب، لانه بالنسبه له انه بما انه المجلس موافق يبطل اذا المجلس يبطل، ما فيش حاجه كنا نتوجه للمحكمه، المجلس هو اللي مضى على الاتفاقيه عن طريق محاميه وظيفته انه ينفذ الاتفاقيه. اللي بحب انوه واقول له بهذا الموضوع هو انه تصرف المجلس بهذا الموضوع هو تصرف غير لائق تماما. كيف معقول انه مجلس عن طريق المستشار القضائي بيمضي على اتفاقيه ب 7/2 اللي حسبها كل الحجوزات تتبطل وبعدين بتراجع عن هاي الاتفاقيه حتى بدون ما يكتب انه هو بتراجع عن هاي الاتفاقيه؟ هذا التصرف غير معقول. انا راح اتوجه للمجلس بمكتوب واطلب خلال 4 ايام لحد يوم الاثنين الصبح يكون في قرار بالموضوع او نصل لاتفاقيه بالنسبه للدين، واذا لا راح نتوجه للمحكمه اخرى مره، واحنا الشيء موجود بالمحكمه، الالتماس موجود والالتماس عم بيستنى مننا الحاكم انه نقول له شو صار بين الاطراف. راح اذا المجلس بيعطيني الجواب لحد يوم الاثنين عمليا راح اقدم يوم الثلاثاء طلب للمحكمه اخرى مره ترجع تعين الملف لسمعان الملف. كيف فهمنا بالقرار الاخير اللي قدم يعني اللي عرض المحكمه، ممكن توضحوا هيك باختصار للكاميرا؟ الحاكم بالضبط بقول الحاكم طلبك انك انه انا كحاكم ابطل كل الحجوزات مرفوض. السبب انه مرفوض لانه هاي الحجوزات هي حجوزات اللي عملها المجلس، وعشان هيك بما انه المجلس اللي عملها هو وظيفه المجلس انه يبطل هاي الحجوزات، وبما انه انت اتفقت مع المجلس المجلس هو اللي لازم يبطل. المحكمه القت مهمه تبطيل الحجوزات على المجلس لانه هو اللي موافق، هو اللي بقول لك هو اللي وافق معه، هو ينفذ الاتفاقيه اللي مضى عليها. اذا المجلس بينفذش الاتفاقيه اللي بمضى عليها
حقك تتخذ الاجراءات القانونيه. مثلا احنا في عندنا امكانيه انه في عندنا اتفاقيه، اتفاقيه ماضي عليها المجلس عن طريق المستشار القضائي. هاي الاتفاقيه عدم تنفيذها عم بيعمل ضرر للملتمسين، واحنا هذا الموضوع مش رح نمر عليه هيك يعني. بما انك انت مضيت معي اتفاقيه وما نفذتهاش، رح نتوجه لقدام بشغلات اللي تكون ضد هاي عدم تنفيذ هاي الاتفاقيه، وهذا هو بالنسبه للموضوع.